ما هي مبطلات الصوم؟ جزاك الله خيرا. مبطلات الصوم كثيرة، منها ما هو مجمع عليه، منها ما هو محل خلاف. من المبطلات المجمع عليها الأكل والشرب متعمدا، وكذلك الجماع، هذه مبطلات للصوم بالنص والإجماع. وكذلك ما يلحق بالأكل والشرب، ما يلحق بالأكل والشرب من تعاطي الإبر المغذية التي تقوم مقام الطعام، أو الإبر التي تحقن في الوريد وتسري في الدم، هذه أيضا تخل بالصيام. كذلك أكل الحبوب، كذلك الحجامة وهي سحب الدم الكثير، وما يقوم مقام الحجامة من سحب الدم الكثير لإسعاف مريض أو التبرع به، هذا كله من مبطلات الصوم. وهناك أشياء اختلف العلماء فيها، هل تلحق بالشرب مثل تقطير في العينين، القطرة في العينين أو في الأنف، فهذه يقرب أنها أيضا من المفطرات، لأنها تتسرب إلى الحلق وتذهب إلى الجوف، فتكون من جنس الشراب. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المتوضي أن يبالغ المضمضة والاستنشاق إذا كان صائما، لما يخشى من تسرب الماء إلى حلقه. وهناك مفطرات معنوية لا تفسد الصوم ظاهرا ولا يؤمر بالإعادة، لكنها تبطل ثوابه، مثل الغيبة والنميمة وقول الزور والشتم والسباب، فهذه تبطل ثواب الصيام، وإن كان صاحبها لا يؤمر بالإعادة لأنه صام ظاهرا، ولكنه في الباطن ليس له أجر عند الله، أو ينقص أجره عند الله سبحانه وتعالى بحسب هذه المعاصي. كذلك النظر المحرم، النظر إلى ما حرم الله الذي لا يغض بصره وهو صائم من الحرام، كذلك السمع المحرم الذي يستمع إلى الأغاني والمزامير أو الغيبة أو النميمة، كل هذه مفسدات للصوم باطنة، بمعنى أنها تبطل ثوابه أو تنقصه عند الله سبحانه وتعالى. المفطرات إذن على قسمين، مفطرات ظاهرة تبطل الصيام ويؤمر بالإعادة معها، وهي ما ذكرناه في أول الحديث، والنوع الثاني مبطلات للصيام باطنا، بمعنى أنها تنقص الأجر أو تبطل تماما، وهي المعاصي التي نهي الصائم عن مقارفتها، معاصي القولية والمعاصي الفعلية، لأن المعاصي تحرم على المسلم دائما ويأثم عليها، ولكنه في حالة الصيام يأثم عليها وتفسد صيامه أو تنقص أجره. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.